أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. أيريد ويرغب هؤلاء الفاسقون غير دين الله، غير دين الإسلام الذي بعث به الله محمدا صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الاستفهام للإنكار والتوبيخ. وكل من في السماوات والأرض أسلم واستسلم وانقاد لله عز وجل طوعا وكرها، طوعا كالمؤمنين في كل زمان ومكان، وكرها ورغما عنهم كالكافرين عند الشدائد والمحن، وإليه يرجعون يوم المعاد فيحكم بينهم ويجازي كلا بعمله. فخير لكم أن تسلموا لله طوعا في الدنيا قبل أن تسلموا له كرها في الآخرة. جزاكم الله خيرا. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون.